علشان تنزل دهون الكرش اخطاء ارجوك ابعد عنها. الخطا الاول انك ما تكونش متابعني. ليه؟ علشان هديك تريكات لايت كده تظبط بيها جسمك. قله الحركه، حاول تزود حركتك في اليوم. لو مش هتقدر انك تروح جيم، اكتفي بنص ساعه يوميا مشي وتدريجي زوده. العب تمارين بطن. ايه ده، العب تمارين بطن وانا عندي كرش؟ لان تمارين البطن هتقلل من ارتخاء الحزام الداخلي لعضلات البطن اللي هو الترانسفيرسس ابدومينس، وهتقوي عندك عضلات الكور. اشرب ميه. غير انك هتتجنب مشاكل الجفاف، الدراسات لقت ان الميه بتزود من معدل الحرق وبتزيد من شعور الشبع. اهم حاجه لو مش هتقدر تحسب سعراتك وتعمل عجز وتعمل كل الكلام ده، حاول بقدر الامكان قلل من النشويات والاكل الدسم والوجبات السريعه. وده ليه؟